والشكر موصول لكل الزملاء ولجميع الحاضرين والمتابعين لهذه الأطروحة. أستاذ أحمد، تفضل لو سمحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أساتذتي الأفاضل. بعد الشكر لله الذي أعانني على إعداد بحث رسالتي الموسوم بعنوان التنافس الأمريكي الصيني على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2010-2024، أتقدم بخالص الشكر والامتنان للأستاذ المشرف الدكتور محمد فريجة وللأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا البحث، كما أتقدم به للأساتذة والزملاء الحضور. ثم بعد، قبل موضوع الدراسة ومبرراته، لا بد من ربط هذا الواقع بحال تفرد الولايات المتحدة وسعيها لإبقاء هيمنتها واحتواء الصين وتطويقها من خلال حلفاء وأدوات عديدة، تزامنا مع تنامي القوى الصينية ورغبتها في مكانة دولية فاعلة ضمن نظام متعدد القطبية وسعيها لترتيب خطوات صعودها مستخدمة أدوات عديدة أشملها مشروع الحزام والطريق متعدد الأبعاد، مقابل ترتيبات أمريكية منها مشروع الشرق الأوسط الكبير ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسرح الحرب الباردة وموطن الصراعات منذ القدم المحتوية على موارد طاقة ومعادن ما زال البعض منها في مرحلة الخام، مع مواقع استراتيجية التي تدور نظريات القوة ضمنها أو حولها، إضافة لأحداث ومتغيرات العقد الأخير، كل ذلك يشير لحالة تنافس بين القوة المهيمنة والقوة الصاعدة. وعليه إن أسباب اختيار الباحث لطرفي الدراسة وحدودها المكانية من أجل الوقوف على مقومات الصعود والتحول الملحوظ في السياسة الصينية وسعيها المستقبل تكون فيه الشريك قبل أن تكون في القمة ولو في المجال الاقتصادي ابتداء، ولتبيان استراتيجية الولايات المتحدة مع منافسيها والتنبؤ بشكل النظام الدولي في ظل هذا الواقع والمآلات على مناطق التنافس، وبسبب مضي الكثير من باحثي العلاقات الدولية خلف ملفات الصراع الأمريكية الروسية أو اهتمام البعض الآخر بالدول الجيوبوليتيكية في مناطق البحث. أما أهم النتائج التطبيقية المتوقعة منها فهي بالاستفادة من معرفة عوامل ومحددات وآليات الصعود الصيني المتنامي والوقوف على مدى القدرة الأمريكية في إدارة ملفات الصراع والتنافس في الفترة الزمنية المدروسة والقادمة في ظل مجريات العقد الأخير والتنبؤ بالنظام الدولي. كما يرى الباحث أن الجهات المستفيدة هي دوائر صنع القرار النامية والباحثين المختصين، ومنه تمحورت إشكالية الدراسة حول الأسباب الحقيقية لهذا التنافس بين الطرفين في المنطقة وعن مدى القدرة الأمريكية على احتواء الصين أو التعامل معها فيما تملكه من استراتيجيات وأدوات. وتفرعت عن تساؤلات ما هي أسباب التنافس الدولي وهل البيئة الدولية والإقليمية هي التي أدت إليه، وما هي المتغيرات الدولية والإقليمية التي شجعته، وما هي أشكال وآليات التنافس السياسي والعسكري والاقتصادي بين الطرفين، كيف طورت الصين علاقاتها مع دول المنطقة وما هي تحدياتها، وهل يمكن أن يؤدي هذا التنافس إلى انفكاك عربي عن الولايات المتحدة وإعادة تشكيل التوازن الدولي وما هي تداعياته؟ على اللاعبين الآخرين في المنطقة. وافترض الباحث أن هذا التنافس نتيجة انهيار بعض الدول بالمنطقة، فالحالة الأمنية المتردية أدت لتضييع نشاط الطرفين وأهمية تلك المناطق، والمنهج الوصفي التحليلي كونه يساعد على جمع المعلومات وتفسيرها واستخلاص النتائج، أي من أجل رصد وتحليل الأمريكية واستشراف مستقبل الصعود الصيني. لقد هدف الباحث من دراسته إلى التعرف على مفهوم التنافس الدولي وصوره والوقوف على أهمية حدود الدراسة المكانية في الحسابات الدولية
بالرغم من وجود مساحات تنافس أخرى ودراسة طبيعة العلاقات الصينية مع تلك المناطق وأهدافها والوقوف على مقومات الصين ومدى قدرتها التنافسية مع تبيان الفرص والتحديات. واشتملت الدراسة على 3 فصول، تضمن كل فصل مبحثين تكلم ضمنها عن التنافس الدولي ونظرياته وصوره، متطرقا إلى الأزمات وماهياتها، ليتابع الحديث عن أهمية مناطق التنافس في الحسابات الدولية واستراتيجيات الطرفين المتنافسين ودوافعهما، معرجا إلى المقومات والمعوقات. وتناول الواقع الصيني مبرزا محددات ومركزات السياسة الخارجية الصينية الصاعدة وطبيعة علاقاتها مع الدول الفاعلة والعوامل والفرص والتحديات مع استشراف مستقبل هذا التنافس. بدأ الباحث دراسته بإطار نظري ومفاهيمي ليسلط الضوء على أهم المفاهيم والنظريات التي تخصها أو تتصل بها أو تعنى في مفرداتها، وعلى النظريات التي يمكن الاعتماد عليها بالاستفادة منها، مثل نظرية الهيمنة وتوازن القوى والتبعية والقوة والواقعية. ورد لم يترى، ومنها أغفل حركة الأطراف الدولية الأخرى، ومنها رأى أن التنافس فقط اقتصادي، ومنها أثبت حالة التنافس بين الطرفين. أراد الباحث بدراسته استكمال حالة التنافس ضمن الحدود المكانية والزمنية التي لم تتطرق إليها الدراسات الفاعلة ودواعي التنافس مثل الأمنية، مبرزا أدوات الصين في حالتها التنافسية ومتابعة الأوساط السياسية الأكاديمية للنشاط الصيني بالمنطقة. سؤال الأول على إيضاح لأهمية موضوع التنافس المنبثقة من طبيعة التفاعلات والعلاقات بين الأفراد والمجتمعات والدول على وجه الخصوص، والذي تطورت أشكاله وأساليبه مع تطور التنظيم السياسي والدولي والاجتماعي، حيث لم نعد أمام حرب باردة ولا أمام صراع قوى عسكرية، بل أمام صراع لا ينفك عن التنافس التكنولوجي والاقتصادي والأمني. وتكلم الباحث ضمن مباحثه وتفرعاته عن تعريف الأزمة ومفهومها العلمي والاصطلاحي والمفاهيم المتداخلة معها، وعن مرتكزاتها وخصائصها ومراحل الأزمات الدولية ووسائل معالجتها وأسباب حدوثها، ووضع أمثلة عن أهم الأزمات الدولية بالفترة الماضية، كما وقف على مفهوم التنافس لغة واصطلاحا مع تبيان المفاهيم المتداخلة معه مثل مفهوم الاختلاف والتنافسية والتوتر والنزاع والصراع، وبالحديث عن نظريات التنافس الدولي وصوره مع رؤية أصحاب النظريات الواقعية والماركسية والليبرالية وتلمس أشكاله وصوره، بالإضافة إلى أشكال أخرى مثل التنافس على المجال الحيوي والبحري والفضائي، وبحث في أدوات ووسائل الأطراف المتنافسة وتحديات التنافس الدولي. كما تطرق لأهمية مناطق الدراسة متحدثا عن نشأة مصطلح الشرق الأوسط وأهمية المنطقة الاستراتيجية والأمنية والتسليحية، مبرزا مكانتها الاستراتيجية بحسابات القوى الدولية وتصورات امتدادها لدى بعض الدول والأكاديميين، مبينا أهمية شمال أفريقيا اقتصاديا واستراتيجيا وسياسيا، مبرزا الدوافع الروسية والأوروبية وسياسات تلك الدول. بينما تكلم بفصلها الثاني عن الدوافع الأمريكية في مناطق التنافس، موضحا أهمية المنطقة في الاستراتيجية الأمريكية، ومفصلا طبيعة مشروع الشرق الأوسط الكبير من خلال الوقوف على محددات السياسة الخارجية الأمريكية التي يعتبر تحقيق الأمن القومي والمصالح العليا أهمها، والمرتبط بالحصول على النفط ومواد الطاقة وحماية إسرائيل والتحكم بها عسكريا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا. وقد قامت استراتيجيتها على منع أي قوة أو حلف من منافستها أو التأثير على هيمنتها العالمية، مع ترتيبات إقليمية لإسرائيل دور فاعل فيها وحفاظها على مصالحها الحيوية بتأمين طرق وممرات حركة النفط والطاقة، والعمل على عدم امتلاك أي دولة في المنطقة لأسلحة الدمار الشامل. وقد قدمت أدوات عديدة، أهمها مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي أهدافه المعلنة الديمقراطية والحكم الصالح وحقوق الإنسان والتجارية، أما الخفية فهو كيان إقليمي يقبل بدمج إسرائيل ويبعد التشكيلات العرقية والدينية الضارة بمصالحهم، أي إلغاء الهوية الإقليمية وطمس العربية كقومية. وعرج إلى المواقف الدولية منه مثل الأوروبي الذي وافق من دافع عدم التغييب والروسي والعربي الرافضين.
تتحدث عن مقومات الهيمنة الأمريكية بالمنطقة إضافة لخبرتها في إدارة الأزمات الدولية باستثمار الرأي العام والأجهزة الدولية، وبين فرصها من خلال سياستها البراغماتية والصراعات الموجودة تشرذم الإقليمي ووجود إسرائيل وعدم ثقة الدول وشعوب المنطقة في روسيا والصين. وأوضح طبيعة تهديدات الهيمنة الأمريكية المنبثقة من مرتكزاتها ذاتها الغير معلنة مثل تكريس التبعية والبيئة الغير مستقرة وافتعال الأزمات، إضافة للتحديات الدولية والإقليمية، مبرزا دوافعها من تواجدها في شمال إفريقيا ومبينا أهميتها لدى صانع السياسة الخارجية الأمريكية المتأتية من الأهمية الجيوستراتيجية باعتبار تلك الدول بديل عن منطقة الشرق الأوسط بحال وجود أي عراقيل ودخول بعض دولها ضمن المنطقة بحسب مشروعها ومن أجل إحكام نفوذها على المحيطات والبحار والأنهار والممرات المائية الهامة واستثمار الكتلة البشرية الكبيرة والأراضي الزراعية الخصبة وتنافسها مع العديد من الدول حول الطاقة واليورانيوم. ليقف الباحث على أهم الفرص الأمريكية المتجلية بحالة نمو الانتماءات والولاءات الدولية على حساب الوطنية وافتقاد الشرعية السياسية لأنظمة تلك الدول وعدم قدرتها على التكامل السياسي الحقيقي واستغلال ملف الإرهاب والمشاكل الطبيعية وعلى آلياتها وأهدافها ومصالحها في شمال إفريقيا سواء الحيوية أو المتعلقة بحركة الأطراف الدولية. أما بفصل الأخير والثالث فقد تطرق الباحث إلى الصعود الصيني ونظريات مفسرة له مثل الواقعية وتحول القوة، يضاف إليها رؤية بعض الباحثين ضمن نظرية الإنقاذ العالمي والتهديد العالمي تكلم عن مقومات وعوامل الصعود الصيني مذكرا بمسيرتها التي اتسمت بالتدرج والثبات التي منها الإصلاح الإداري والحكومي وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وإقحام التكنولوجيا في غالب مفاصل الدولة والإصلاحات داخل أيديولوجيا النظام الشيوعي، مبرزا مقوماتها ومرتكزات صعودها وسياستها الخارجية وأهم مبادئها أو تهديد مع المنفعة المتبادلة. كما أبرز محددات سياستها في المنطقة ليصل إلى علاقات الصين مع الدول الإقليمية الفاعلة متكلما عن أهدافها والتي أهمها الحصول على مصادر الطاقة واليورانيوم وعن مرتكزات في شمال إفريقيا التي هي الثقافية والاجتماعية، كما تطرق لمقومات وفرص وجودها في شمال إفريقيا والتي المتبعة يعني من ضمن مقومات المنطقة ذاتها وحول الاستراتيجية المتبعة حولها مع مبادرة الحزام والطريق. وبين دوافع الصين ووقف على فرصها التي يراها من خلال الموقع الجيوبوليتيكي لبعض دول المنطقة والنزاعات والأوضاع الأمنية المتردية التي جعلتها سوقا لبيع الأسلحة وحاجة بعض دول المنطقة للإعمار في الفترة القادمة ورغبة دول المنطقة الاستفادة من التكنولوجيا الصينية مقابل منح الأولوية في الصادرات للصين، ورغب وأعرج على التحديات الصين في المنطقة والمنبثقة من أوضاع الصين الداخلية ذاتها وعن تحديات سياسية واجتماعية واقتصادية، ثم تحدث عن مستقبل هذا التنافس. وختاما يرى الباحث أن تراجع المكون الأيديولوجي مع بداية الألفية المشاركة في العملية التنافسية التي تراها الواقعية من أجل المصلحة والقوة والنفوذ بينما الليبرالية تعتبرها نمط تعاون يساعد على تحقيق الاستقرار. ومع أن إشكالية دراستي من أجل تحليل الدوافع الحقيقية والاستراتيجيات ومدى هذا التنافس تداعياته فقد افترض أن هذا التنافس من الواقع الإقليمي للمنطقة الذي انعكس على الواقع الدولي وحركة قواه الكبرى، وقد تبلور هذا التنافس بين الطرفين بسبب التغيرات التي جرت في النظام الدولي بعد بداية العقد الثاني من القرن الأخير في هذه المنطقة الهامة، وقد سلط الضوء على أهم الأدوات والفرص والتحديات التي تعتري الطرفين ووصل إلى 3 خيارات أمام الولايات المتحدة. الأول هو الاستمرار في الهيمنة والذي لم يعد مجديا في ظل التغيرات الدولية، والثاني احتواء الصين الذي حاولت العمل عليه لكن لم يجدي نفعا لتصل إلى الخيار الثالث وهو العمل على إعادة ترتيب أوضاعها في المنطقة والعالم في ظل وجود شركاء.
مما ينذر بحالة تغير في شكل النظام الدولي بطريقة أو أخرى في اتجاه التعددية القطبية. ويرجح الباحث تشكيل توازنات إقليمية ودولية جديدة خلال السنوات القادمة من خلال النمو الصيني المستمر الذي دخل مجالات غير الاقتصادية مثل التكنولوجية والسياسية والعسكرية، مع دور فاعل للولايات المتحدة لكن ليس مهيمن. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث أن تسارع الأحداث بعد دخول الألفية الثالثة وصولا إلى أحداث الربيع العربي أدى للتنافس بين العديد من القوى الإقليمية والدولية، وأن البيئة الإقليمية المتمثلة بالتجاذبات والخلافات تعتبر محفز للتنافس وربما الصراع، وأن أهم أسباب التنافس اكتفاء الدول والمجتمع الدولي على اعتناق النظرية الواقعية عمليا، كما تعتبر حالة المنافسة القائمة بين الدول الصاعدة والكبرى والعظمى حالة طبيعية. لم يدخر طرفي التنافس أي من أشكال وأدوات التنافس، وإن أهمية المنطقة تدفع نحو المنافسة وستحدد شكل النظام الدولي بالفترة القادمة، وأن سياق الإصلاح الصيني وصعودها أدى إلى دعم فعاليتها الدولية ونهضتها دعتها إلى التوجه لمناطق الطاقة والموارد. ومع أن ظاهر التنافس الأمريكي الصيني اقتصادي لكن يخفي بواعث أو أمنية وسياسية، وإن الهيمنة الأمريكية باتت في مضمار منافسة قوية ربما تحدث تغير في النظام الدولي. ومن المرجح قبول الولايات المتحدة الأمريكية لوجود شركاء في المنطقة، وإن الناظر في العلاقات الأمريكية يراها تسير وفق قانون المنفعة البراغماتية يتخللها تعاون في ظل تنافس محموم، كما أن المعادلة الصينية الأمريكية أخذت في حسبانها 3 نقاط: المصالح والتنافس وقضايا الخلافات، وإن تفضيل بعض دول المنطقة للتعامل مع الصين أكثر من الولايات المتحدة بسبب عدم اكتراث الأولى لطبيعة النظم السياسية، وإن الصين تعتبر شريك وفرصة لدول المنطقة من أجل التخلص من الهيمنة الأمريكية والاستفادة من السياسات التنموية الصينية وملفات التسليح. وإن التنافس الحالي لن يؤدي بالأمد القريب لانفكاك عربي عن الولايات المتحدة، لكن سيؤدي إلى علاقات متقدمة مع الصين. وأخيرا، يعتبر هذا التنافس فاكورة عودة إلى نظام متعدد القطبية تداعياته على باقي الأطراف الإقليمية والدولية، بين مرحب بصعود صيني ينهي الهيمنة الأمريكية وتخوف من هيمنة صينية مستقبلية. أخيرا، وصل الباحث إلى توصيات على الأطراف الدولية استخدام حالة التنافس من جانب إيجابي بدل السلبي، وعلى الصين متابعة نهضتها العسكري ومتابعة علاقاتها الدولية بنفس مبادئ سياستها، مع الأخذ بالاعتبار الرأي العام لديها ولدى الدول الأخرى، والتخلي عن الأفكار والأساليب العدائية للمعتقدات الدينية لكسب غالب دول المنطقة التي هي الدول الإسلامية والعربية، وعلى الولايات المتحدة اتباع سياسة أكثر مصداقية وموضوعية وحيادية إذا أرادت لنفسها مكانة كالتي كانت، أو يعني في حيز أكبر، والاعتراف لنفسها أمام البيئة أنها أمام عودة لنظام متعدد القطبية ولو بمجالات محددة. وعلى الدول الإقليمية الفاعلة في المنطقة ألا تهمل العلاقات البينية مع الصين مع الحذر من الوقوع في فخ سيوسيليس. وعلى دول الشرق الأوسط سادة داخلية على مستوى الدولة والإقليم تصون بها نفسها من الهيمنة الأمريكية وتعمل على إنها وتمنع أي نفوذ مؤدي لسيطرة قوى أخرى، كما أن على دول شمال إفريقيا إجراء إصلاحات حقيقية في نظمها السياسية، وعلى الدول عموما اتخاذ الصين قدوة ومثال لها في حالة النمو والتقدم مع محافظتها على طابعها باعتبارها قوة كبرى دون استعداء الولايات المتحدة أو غيرها من القوى الدولية من أجل الاستفادة من مزايا كل الأطراف. نهاية، أشكر الأساتذة كما أشكر السادة الحضور.
دكتور محمد، السلام عليكم دكتور ورحمة الله. محمد نور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أوجز ما ورد في الرسالة بشكل علمي دون التطرق إلى الآراء السياسية أو دكتور محمد معروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بداية بعنوان الرسالة. مسموع الصوت هيك أستاذ؟ دكتور مسموع الصوت؟ تمام دكتور، هيك الله يجزيكم خير. مسموع الصوت؟ نعم نعم تمام دكتور، تمام. بداية عنوان الرسالة. لقد كان عنوان الرسالة سهل الحفظ وواضح رغم أنه ليس بجديد، فقد تم التطرق إليه بحلقات أو برسالات سابقة، ولكن مع ذلك فإنه يحفز القارئ إلى الدخول في أعماق هذا البحث والاطلاع على ما ورد فيه، وقد كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بمشكلة الدراسة. ثانيا، لقد نجح الباحث في تحديد مشكلة الدراسة وتم صياغتها بطريقة واضحة، وقد احتوت على الأطر النظرية للرسالة وعلى الدراسات السابقة، ولكن حبذا لو توسع الباحث قليلا في الاستعانة بالدراسات السابقة بشكل أكبر. ثلاثة، كان على الباحث أن يقوم بعرض الدراسات السابقة بأسلوب محكم رغم إفادته في اختيار الأجزاء التي تتناسب مع رسالته. رابعا، لقد كانت طريقة جمع البيانات صحيحة وتتناسب مع البحث العلمي الذي قام به الباحث. خمسة، لقد قام الباحث بتفسير نتائج الدراسة تفسيرا مقبولا، وكانت هذه النتائج منطقية وتوافقت مع توقعات الباحث بذكر كافة النتائج التي توصل إليها بغض النظر فيما إذا كانت هذه النتائج متوافقة مع آراء الباحث أم لا. ستة، لقد قام الباحث بتصميم الرسالة وفق أسلوب وأسس علمية أو الأسس العلمية المتبعة. سبعة، لقد قدمت عينة الدراسات التي اعتمدها الباحث الإجابة الصحيحة حول موضوع الرسالة، وساهمت تلك الدراسات في مساعدة الباحث للوصول إلى نتائج صحيحة. الله يعطيكم العافية. شكرا دكتور. دكتور محمد حاجة بكرة.
يبدو انقطع الصوت. يعني ياكل هواء القلب يعني. شكرا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد، تحياتي لك وبالتوفيق للأستاذ أحمد. بس ما عم نسمع أي صوت، يعني ما أعرف عندنا مشكلة ولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ما حدا عم يتكلم يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي. والله ما بعرف، الأساتذة لربما لهيك. حياك الله أخي أبو اليمان، بالتوفيق الله إن شاء الله. يحفظكم، الله يحفظكم أخي عثمان. زين عقبال إن شاء الله عند الجميع، وبعد ما يقرونا إن شاء الله الأساتذة، وإذا في أي تصويب أو تعديل إن شاء الله يعني أقوم فيه، حتى إن شاء الله تطلع رسالة يعني تشرف وتنفع بإذن الله إن شاء الله.
دكتور محمد، تفضل تفضل. مبروك يا أحمد، الله يبارك عليكم دكتور، أعاني الله على حمل هذه الأمانة، وأنا أكون إن شاء الله على خطى أساتذتي. مبروك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله دكتور محمد. يبدو المشكلة من عندكم ما من عندي يا دكتور. في كل الأحوال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلو بعد الاستماع إلى رسالة الطالب أحمد بكور العبسي وما تضمنها من معلومات وموضوع الرسالة، فقد قررت اللجنة إعطاء الطالب علامة 85 درجة، وبالتالي نقول له ألف مبروك. الله الله يبارك يعطيكم بعمركم العافية جميعا. الله يبارك بعمركم ويقدر إن شاء الله أكون أهل لهذه الأمانة. مبارك أستاذ أحمد، وإن شاء الله بنشوفك بارك الله في فيك، وألف شكر للحضور، ألف شكر للدكتور المشرف والدكتور أبو العبد والدكتور غياث، وإن شاء الله وتعالى شمعة جديدة تضاء تبعا أو لما سبقها من شموع أضاءتها جامعة الزيتون الدولية. نتمنى من الله التوفيق والنجاح والتقدم المستمر، حياكم الله جميعا. وعذرا على تقطع الصوت، ما بعرف يمكن هو نتيجة الشبكة، وكنا نتمنى يكون الصوت أوضح من هيك، ولكن هي الظروف اللي نحن عم نعيشها في المحرر. حياكم الله جميعا. سادك سيادة المستشار، عقبال باب الشباب أخونا أبو مازن وأستاذ إياد وأستاذ خالد وجميع محمد ياسين، شباب كلهم طلاب دراسات عليا، ونبارك الله لأخونا. يجزيكم خير دكتور. نسأل الله أنه دائما وأبدا يتوج عملكم بالنجاح، ومنشوف جامعة الزيتونة عم تزهر وبتثمر، وبكون في فرع جديد من فروعها دائما وابدا باتجاه الدكتوراه. ما بنقبل الاستاذ احمد يوقف بالماجستير. دكتور ان شاء الله بنفس جامعتنا ان شاء الله.
اللهم آمين بهمة القائمين عليها دكتور إن شاء غياث، الله جميعا الله ستتطهر يحفظك إن شاء الله. يا رب. نستودعكم الله، ومبارك للجميع. الله يبارك بعمركم شكرا مبارك لكم مبارك جميعا أستاذ أحمد، والشكر للدكاترة جميعا. الله يبارك فيكم جميعا الله يجزيكم خير جميعا على حضوركم وسعة صدركم شكر لكم موصول ألف مبروك. والأساتذة طبعا السلام عليكم، تحياتي وعليكم لك أستاذ أحمد وللدكاترة جميع، بارك الله فيكم. إن شاء الله ألف مبروك أخوي أبو اليمان، إن شاء الله عقبال الدكتوراه. الله يبارك فيكم ان شاء الله جميعا والله ينفع فينا ان شاء الله نقول أستاذ الذي زياد، سلمنا على الدكتور محمد من عندك، وإن شاء الله على إقبالنا جميعا نحن وجميع الزملاء يا رب. ان شاء الله امين ان شاء الله اللهم مبارك امين أستاذ أحمد، وإن مبارك شاء الله مبارك أستاذ بالتوفيق. أحمد اليمان، الله يبارك في عمركم أحمد الله مبارك يحفظكم لنا، ومبارك ومبارك أستاذ سامي. للجميع ومبارك للجامعة كمان. الله يحفظكم الله يبارك فيكم جميعا وينفعنا ان شاء الله.